إذا كان صدرك يضيق، إليك هذا المقطع، هو هدية من الله لك. 3 آيات لعلاج ضيق الصدر. تابع معنا أخي الحبيب. حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الحقيقة أخي الحبيب، نعاني كثيرا من ضيق الصدر في هذا العصر. هموم الحياة الاقتصادية تعصف بنا، مشاكل في البيت، مشاكل مع الأسرة، مشاكل في العمل، مشاكل في الدراسة، مشاكل مع الجيران، مشاكل في الشارع. تحولت حياتنا إلى كتلة من الهموم والمشاكل والسعي من أجل المعيشة فقط بسبب الظروف الاقتصادية التي تعصف بكثير من الناس. هذا الضيق وصفه لنا القرآن ووضع له علاجا رائعا جدا، وأنا سأثبت الآن أن العلاج القرآني علاج قوي جدا لكل من ضاق صدره. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة لنا، فكان يضيق صدره صلى الله عليه وسلم بسبب أنه يحب الخير للناس، ولكن الناس يقذفون بأنفسهم في نار جهنم والعياذ بالله. كان يدعوهم للحب للخير، يدعوهم لينقذهم من عذاب يوم أليم، يدعوهم ليخلصهم من التعاسة والكآبة وضيق الصدر. سبحان الله، لا يستجيبون له فيضيق صدره أحيانا. هنا يتدخل القرآن ويتنزل سيدنا جبريل عليه السلام، يتنزل على قلب الحبيب ويقول له: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. كانوا يفترون على الله الكذب، يئدون البنات، يدفنون الابنة الطفلة الصغيرة الرضيعة وهي حية، كانوا يؤذون النبي، كانوا يؤذون الله سبحانه وتعالى. فالنبي كان يحزن عليهم، كان يضيق صدره. قال له الله: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. طيب ما هو الحل؟ انظر معي، لم يقل له اشتم، اغضب، عنف، افعل كذا، لا. فسبح بحمد ربك 1، يعني سبحان الله وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صيغ التسبيح كثيرة جدا. ما معنى فسبح؟ ما معنى سبحان؟ سبحان الله يعني أنزه الله عن كل عيب ونقص وضعف. فهذا الإله العظيم قادر أن يهديهم، قادر أن يهدي هؤلاء الأولاد، قادر أن يهدي هذه الزوجة، قادر أن يهديني أنا للعمل الصحيح، للرزق الصحيح، قادر أن يهدي هذا الذي يؤذيني، يهديه إلى طريق الحق. فكلمة سبحان كلمة فيها مئات المعاني أخي الحبيب. عندما تقول سبحان الله كلمة عظيمة جدا. أمر الله حبيبه أن يستخدم هذا التسبيح، أن يلتجئ إلى التسبيح في حالة ضيق الصدر. فسبح بحمد ربك، هذا 1. الإجراء الثاني ما هو؟ وكن من الساجدين، لأن السجود فيه قمة الخشوع. والأقرب ما يكون العبد من ربه متى؟ وهو ساجد. فعندما تسجد في الصلاة وتكثر من السجود، أنت تقترب كثيرا من الله عز وجل. وبالتالي عندما تدعو الله بما تحب أن يفك الفرج ويذهب يعني يفك الكرب وييسر الفرج، وتدعو الله أن ييسر لك الرزق، أن يصرف عنك الشر، أن يصرف عنك شر الوباء والمرض والأذى والظلم وغير ذلك، فأنت تكون قريب جدا من الله في حالة السجود.
فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ثلاثة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وفي التفسير اليقين هو الموت، يعني الإنسان مهمته أن يعبد الله ويسبح الله وينزه الله عز وجل حتى يلقى الله عز وجل، يأتيه اليقين. إذن هنا هذه الآية أنا أنصحك أن تحفظها، هذه أواخر سورة الحجر، أنصحك أن تحفظها، لا تكتفي بالاستماع لهذا المقطع ثم تذهب لمقطع آخر، لا، احفظ هذه الكلمات ورسخها في دماغك وقلبك أولا، وكلما أحسست بحزن أو ضيق اقرأ هذه الآيات وتذكر ما فيها من معاني وطبق ما فيها. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، هذه الآية الأولى، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. اثنين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ثلاثة، يعني كلها عبارة عن سطر، أرجو أن تحفظها أخي الحبيب حتى لو كتبتها على ورقة ويومين ثلاثة فقط تتذكرها وستترسخ في دماغك. طيب، الآية الثانية التي أود أن أحدثك عنها آية الصبر، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. أنا أريدك أن تحفظ هذه الآية لأننا اليوم بحاجة لها. ما منا من شخص إلا ويتعرض لمكر، أحيانا أقرب الناس له، والآن أنت تسمعني، فتش حولك تجد من يمكر بك، من يحسدك، من يتمنى زوال النعمة عنك، من إذا كنت يعني ذا نعمة يتمنى أن ينهبك، يتمنى أن تزول هذه النعمة. لذلك هنا أخي الحبيب هذه الآية أيضا أواخر سورة النحل، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أنا نصيحتي لك احفظ هذه الآيات، هي أيضا عبارة عن سطر أو سطر ونصف فقط، لن تكلفك شيئا. يعني نحن الآن في هذا العصر نملأ أدمغتنا بأشياء كثيرة جدا، املأها بالقرآن يا أخي، أو على الأقل ببضع آيات. أنا سأذهب إلى فاصل ثم أستكمل شرح هذه الآية، لها معنى رائع جدا، ونستعرض الآية الثالثة، فتابعونا. حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن أخي الحبيب هذه الآية أيضا احفظها، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فيها قمة البشرى، ماذا يوجد أجمل من أن يكون الله معك؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه الآية تعلمك أن الإحسان هو علاج لضيق الصدر، علاج لمشاكل العصر. صدقني المال لا يحل المشكلة، عقلك وذكاؤك لا يحل المشكلة، لأن المشكلة أصلا موجودة في حياتنا، فكل واحد منا محاط بمجموعة من المشاكل، هذا قانون الحياة الدنيا. فإما أن تحل مشاكلك أنت بنفسك من خلال تقنية الصبر، تقنية التقوى، أنا أسميها أسلوب وتقنية في الحياة تستخدمها، أو من خلال المال الذي يجلب لك المزيد من المشاكل، من خلال استخدام عقلك المحدود الذي يجلب لك مزيدا من المشاكل بسبب عدم علمك للغيب، بينما الأفضل أن تسلم
أمرك وشأنك لله عز وجل، وهو يتولى الصالحين سبحانه وتعالى، هو الذي يخطط لك، هو الذي يخلصك من المكر، هو الذي يرزقك قوة الصبر وقوة الإيمان وقوة الاطمئنان. إذن هنا واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم. انظر هنا الخطاب دقيق، يعلمنا لا تحزن من الناس، احزن عليهم. من يؤذيك صدقني هو الخاسر، احزن عليه لا تحزن منه. من يحسدك هو الخاسر في الدنيا والآخرة، احزن عليه. من سرقك أو أكل مالك أو غشك أو ضحك عليك أو آذاك في الكلام، هو الذي سيخسر في النتيجة، هو الذي سيحاسب أمام الله. قد يقوده هذا الاستهزاء وهذا الأذى إلى نار جهنم والعياذ بالله. لذلك احزن عليه. وهنا دقة الخطاب القرآني، لم يقل ولا تحزن منهم، لا، قال ولا تحزن عليهم. فالنبي لم يكن غاضبا أو حزينا منهم، كان يحزن من أجلهم عليهم، يريد لهم الخير. ولا تكن في ضيق مما يمكرون، يعني وسع صدرك. لأن معك مالك الملك وملك الملوك، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. دائما تذكر هذه الآية أخي الحبيب، إن الله مع الذين اتقوا، تذكرها في المواقف الصعبة، تذكرها كلما خفت، تذكرها كلما أوذيت، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الآية الثالثة حقيقة مهمة جدا، معظمنا ننساها، موقف تعرض له سيدنا موسى، موقف صعب جدا، عندما ذهب لإقناع أكبر طاغية في التاريخ وهو فرعون. قصر عظيم، ملك اسمه فرعون، جعل من نفسه إلها، قال أنا ربكم الأعلى، قمة الجبروت والطغيان والقتل والذبح، يذبح الأطفال. تخيل نفسك أنك ذاهب لمقابلة إنسان كهذا، ماذا تفعل؟ هذا الدعاء للتخلص من الضيق الذي يرافقك في المواقف الصعبة. دعا به سيدنا موسى، ماذا قال؟ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يجب أن نحفظ مثل هذه الآيات أخي الحبيب، هذه كنوز وجواهر ولآلئ، يجب أن تحفظها في كل لحظة، تتذكر هذه الآيات، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. من ثمرات هذا الدعاء الذي دعا به سيدنا موسى أن الله أهلك فرعون هذا الطاغية ونصر سيدنا موسى، ولم يستطع فرعون أن يؤذيه أو يمسه، سبحان الله. إذن أخي الحبيب، دائما التجئ إلى هذه الآيات العظيمة، اعلم أن الله معك، اعلم أن الله يحبك، يريد لك الخير، يريد لك السعادة في الدنيا، يريد أن يخلصك من الشر، ولكن استمع له. يعني الله عندما يخاطبك استمع له فقط واقتنع بكلامه. نسأل الله عز وجل أن يصرف عنا وعنكم كل ضيق وكل شر وكل مكر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.